وزير الدولة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية. Ladies and gentlemen, now His Excellency Mr. Nasser Bourita, Minister of Foreign Affairs, African Cooperation. أنا اليوم جيت سعيد باستقبال صديقي لورد أحمد وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط والأمم المتحدة. هذه الزيارة تأتي في إطار الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني. هذه الجولة اللي تأتي في سياق خاص يتمثل في مراسيم تقلد جلالة الملك شارلز الثالث للعرش في بريطانيا وحضور المغربي المتميز بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال حضور صاحبة السمو الملكي كممثلة لجلالة الملك. العلاقات المغربية البريطانية هي علاقات متجذرة. العلاقات الدبلوماسية عندها أكثر من 13 قرن. والعلاقات والاتفاقيات الموقعة عندها قرون. الاتفاق الأول عنده 300 سنة اللي كان في مجال الأمن والتنمية بين البلدين. هذه الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي كتأتي في إطار واحد التطور جد إيجابي للعلاقات بين البلدين في كل المجالات بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس. طورت المملكة المغربية مع المملكة المتحدة علاقات استراتيجية قوية في كل المجالات. في المجال السياسي كاين زيارات متبادلة على أعلى مستوى، زيارات وزارية، تنسيق في مجموعة من القضايا وحوار دائم حول القضايا الإقليمية والدولية. كاين كذلك تعاون أمني وعسكري جد متطور، وكاين علاقات برلمانية كذلك جد دينامية. وشفنا نفس الأسابيع الأخيرة زيارة لوفود من البرلمان البريطاني إلى المملكة المغربية بما في ذلك إلى الأقاليم الجنوبية. المملكة المتحدة كذلك شريك اقتصادي استراتيجي للمملكة المغربية. المبادلات التجارية شهدت تطور مهم في السنوات الأخيرة، أكثر من 12% كمعدل في العشر سنوات الأخيرة، وهو أعلى مستوى لنمو للمبادلات التجارية بين المغرب وشريك اقتصادي للمملكة. التبادل التجاري تطور ثلاثة المرات غير في الثلاث سنوات الأخيرة، واليوم أصبحت الصادرات المغربية إلى المملكة المتحدة صادرات جد مهمة في كل المجالات. المشاركة للمملكة المتحدة كضيف شرف للمعرض الفلاحي الدولي اللي كان الأسبوع الماضي دليل على هذه الدينامية الجديدة. حضور 30 شركة من المملكة المتحدة كذلك كيعكس هذا الرغبة البلدين في تطوير علاقتهم الثنائية. وكاين هناك أفاق لتطوير أكثر للعلاقات الاقتصادية والتجارية ولتنمية الاستثمارات البريطانية في المغرب. والمملكة المغربية ترحب وستواكب هذه الإرادة للمستثمرين المملكة المتحدة للاستثمار في المغرب في قطاعات مهمة كالاقتصاد النظيف، كالطاقات المتجددة، وغيرها من المجالات. وقعنا على اتفاق في مجال التعاون في الطاقات النظيفة، وهذا اتفاق مهم اللي غيشكل واحد المظلة لمشاريع اقتصادية ولبرامج تعاون بين البلدين. على المستوى الإنساني كذلك كاين تطور مهم في العلاقة في السنوات الأخيرة.
منذ التوقيع على اتفاق في مجال التربية والتعليم في 2018 كاين اليوم 7 المدارس للمملكة المتحدة اللي مفتوحة في المغرب، وكاين أفاق لمدارس أخرى، وهذا كيدل على أن هذا مجال مهم للتعاون وعلى رغبة المغاربة كذلك في الاستفادة من تجربة المملكة المتحدة في هذا المجال. المجال السياحي تطور بشكل كبير، 52 رحلة جوية أسبوعيا بين المغرب والمملكة المتحدة، والهدف هو نوصلوا لمليون سائح من المملكة المتحدة كيزوروا المملكة المغربية. إذن التوجه اللي كان جاء في تعليمات جلالة الملك أن المملكة المتحدة تصبح شريك استراتيجي قوي للمغرب في كل المجالات، اليوم كيتجسد على أرض الواقع. الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بينت لنا بأن تحقق الكثير، ولكن أن الطموح هو أن نحققه أكثر في كل هذه المجالات. كان نرحب كذلك بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة من قضية الصحراء المغربية ودورها البناء في إطار مجلس الأمن كعضو من فريق أصدقاء الأمين العام فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وكعضو دائم داخل مجلس الأمن ومهتم بالأمن والاستقرار في شمال إفريقيا. اتفقنا خلال هذه الجولة على تعزيز التنسيق بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية وفي المحافل المتعددة الأطراف. غادي نشتغلوا بشكل قوي كشركاء فيما يخص الأمن والتنمية في إفريقيا، غادي نشتغلوا كذلك كشركاء في تعزيز الأمن والتعايش في الشرق الأوسط، وغنشتغلوا كذلك كشركاء للدفع بمصالحنا وقيمنا في إطار المنتديات المتعددة الأطراف، سواء مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللي غيكون تنسيق أكبر بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة. إذن هذه الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي اللي كتجي في إطار واحد الانتظامية، يعني هذا الحوار انطلق هذه واحد الأربع سنوات، وكل مرة كاين عقد بشكل منتظم، كاين فرق عمل اللي كتشتغل بشكل دائم، وهذا كيدل على ان هذه الآلية الحوار الاستراتيجي هي واحد الآلية اللي كتعكس هذه الإرادة في خلق شراكة استراتيجية، ولكن هي واحد الفضاء باش اننا نلقاو شنو هما الفرص، شنو هما المشاريع، شنو هي المبادرات اللي يمكن تعزز هذه الإرادة المشتركة باش المغرب والمملكة المغربية والمملكة المتحدة يكونوا بحال اللي قلت شركاء استراتيجيين أقوياء. جلالة الملك دائما حريص على أننا ننسقوا أكبر بشكل أكثر مع المملكة المتحدة في كل القضايا، وأن نطور هذه العلاقة في كل المجالات. نتمنوا بأن هذه الجولة الرابعة تعطي كذلك رسالة للفاعلين الآخرين في هذه العلاقة، الفاعلين الاقتصاديين، الفاعلين في مجال السياحة، الفاعلين في مجال التعاون الأمني والعسكري، الفاعلين في المجال الثقافي، بأن هناك رغبة مشتركة للحكومتين لتطوير هذه العلاقة، وبأنهم ينخرطوا بشكل أكبر لإغناء هذه الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين البلدين. مرة أخرى كنرحب بصديقي لورد أحمد طارق، أنت دائما يعني مرحب بك في المغرب، يعني التنسيق بيننا هو تنسيق دائم عبر الهاتف ومن خلال اللقاءات على هامش الزيارات أو المنتديات الإقليمية والدولية، ولكن هذه الزيارة مهمة وهذه الجولة من الحوار مهمة لأنك تفتح آفاق واعدة لعلاقتنا. شكرا. In the name of Allah, the most merciful. جزاكم much for your kind invitation, and it's a real pleasure to be returning to Morocco.
I always joke that. على خطابكم وأنا دائما أقول أنني أحب المغرب كثيرا وقد زرت المغرب مرتين في آخر الشهور وفي الحقيقة عندي عائلة هنا وأنا سعيد جدا للعودة إلى هذا البلد الكبير وقد عرفنا بعضنا البعض لمدة طويلة وفي الحقيقة أنا سعيد جدا أن أقول أن علاقاتنا الشخصية وعلاقاتنا السياسية الآن تمثل مدى صداقاتنا بين البلدين وفي الحقيقة زوجتي صديقة قد قاموا أنا وزوجتي صديقة قد رحبنا بالأميرة في الأسبوع الماضي خلال حفل التتويج وكنا سعيدين جدا للترحيب بكم جميعا وقد كان مجموعة سفرائنا أيضا حاضرين الأسبوع الماضي في المغرب من أجل التنسيق بيننا في مجموعة الصداقة ومن جهة أخرى لدينا الآن تاريخ زاخر جدا وتاريخ كبير جدا من العلاقات والتي دامت لمدة أكثر من 8 قرون ومن جهة أخرى لدينا علاقات مهمة جدا علاقات مبنية على الصداقة وتمتد عبر السنوات وكذلك تمتد عبر مجموعة من البرامج التعليمية والسياسية وكذلك العسكرية ومجموعة من التعاونات والهدف في الحقيقة هو بناء قارة وكذلك عالم مبني على أساس السلم والسلام وأنا سعيد جدا أن أرى أن هنالك مجموعة من السياح البريطانيين الذين يأتون إلى المغرب وقد التقيت أمس في الدار البيضاء مع مجموعة من السياح وعرفوني وقد قالوا لقد جئتم في زيارة أعمال وقد كانوا جد سعيدين للقائي وقد أرادوا في الحقيقة أن يروني لمدة طويلة ولكن للأسف أنا هنا فقط ليس لعشرة أيام ولكن لبعض أيام فقط وهذا يبين مدى ثقافة هذا البلد وأن الناس تعرفوا علي وأن هذا البلد بلد روحي بلد ثقافي بلد مهم جدا وبلد يقوم وينبني على أساس السلام والأمن وكذلك تطوير العلاقات بين الدولتين والوطنين وأظن أن الآن معدل تجاراتنا يمتد إلى 3 ملايير سنويا والآن مع توسع نطاقاتنا وكذلك اتفاقياتنا نطمح إلى الحصول على برامج أفضل وكذلك نطمح إلى توسيع علاقاتنا التجارية وكذلك توسيع برامج عملنا من خلال كذلك النهوض باقتصادات البلدين وكذلك المساهمة من أجل الزخر الاقتصادي والسياسي وفي الحقيقة سوف نقوم بتحقيق مجموعة من المبادرات الجديدة وكذلك مجموعة من الأعمال الجديدة والآن أنا سعيد جدا لأنكم دعوتموني في الأسبوع الماضي ودعوتموني هذا الأسبوع أن أنضم إليكم وكذلك أن أنضم إلى صالون الفلاحة مع أكثر من 30 شركة بريطانية حاضرة واليوم مرة أخرى أنا سعيد جدا أنني استطعت أن وقع معكم استراتيجية جديدة من التعاون تعاون حول مجموعة من القضايا المهمة ليس فقط القضايا السياسية ولكن هي قضايا مهمة من الجانب الدولي وهنا نتحدث عن مناخ نظيف أخضر وكذلك عن طاقات متجددة و في هذا الأساس نحن نحاول أن نغطي ما هو واجب تغطيته من الأعمال ومن كذلك الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة البريطانية للمغرب وتقريبا 4 ملايير من الاستثمارات بريطانيا في المغرب ونأمل أن نستطيع أن نحقق مجموعة من الشراكات وكذلك مجموعة من الإصلاحات مع بعضنا البعض من أجل دولة ومن أجل صالح المواطنين كذلك وبفضل نقاشاتنا الاستراتيجية استطعنا أن نتحدث عن كيفية حل النزاعات هي الأساسية والحل من أجل هذه الأخيرة هو الزخر وكذلك الاستثمار من أجل التعليم والبحث ولا ننسى أن ميدان التعليم وكذلك البحث العلمي هو واحد من أهم
أسس لعلاقاتنا وهو ما يحتاجه مجتمعاتنا. التكنولوجيا مثلا هي واحد من مبادئ التعاون، وأنا أشكركم عندما دعوتموني، فأنتم تعلمون أنني وحش كبير فيما يخص الاستثمارات التكنولوجية، والآن نحن نبحث عن طرق ناجعة من أجل مساعدة الطلاب واستقبال الطلاب في بلدنا. وكذلك من نحن نعلم أن الجالية المغربية في بريطانيا قد حققوا نتائج مبهرة في جميع الجوانب في بريطانيا، وكذلك في جامعة كوفنتري في الدار البيضاء، والآن نحن ندعم التعليم اللغوي من خلال المركز البريطاني الحاضر بقوة في المغرب والذي يدعم الطلبة في مجال تعليم اللغة. وكذلك هنالك مجموعة من الأسس التي تقوم عليها علاقاتنا من خلال السلم والسلام. وكذلك نتحدث هنا عن ما حققتموه فيما يخص الأمور الواضحة، وكذلك أيضا الجرائم العابرة للحدود والتي تعملون جاهدين على محاربتها، وكذلك محاربة الإرهاب الذين أنتم رائدون في هذا المجال، ونحن نتطلع إلى رؤية كيف تقومون بالتصدي إلى هذه الأخيرة. سيدي الوزير، معالي الوزير، إنه اليوم ليوم كبير وفرصة هائلة من أجل التحدث عن جميع الأمور العالقة الخاصة بالهجرة والتقدم والعمل مع بعضنا البعض، وكذلك ترسيخ حواراتنا حول ما يحصل في ليبيا في السودان. وكما قلت وكما تحدثنا أنه من المهم جدا أن نكون حاضرين بقوة من أجل نشر السلم والسلام في العالم، وأنا أتطلع أيضا أن نبني أكثر من العلاقات مع بعضنا البعض، علاقات زاخرة قوية جدا، وكذلك أن نبحث مع بعضنا البعض عن جميع الفرص الهائلة التي يمكن أن تساعدنا على تطوير علاقاتنا. وأنا أتطلع شوقا أن نرسخ علاقاتنا بشكل أفضل. وفي الحقيقة أود أن أشكركم مرة أخرى على مجهوداتكم وعلى دعوتكم وعلى الترحيب بنا، وفي هذا اليوم الجميل الذي استطعنا فيه توقيع معهد. وشكرا جزيلا معالي الوزير السيد ناصر بوري، شكرا جزيلا.